مصطفى، عضو المجلس الوطني والكاتب الإقليمي بالنيابة ديال العمالة بالمسيك. الانتخابات المقبلة بلا شك بأنها غتكون يعني مغايرة تماما الانتخابات اللي فات لها سبقات، نظرا للعوامل. حتى أولا كاينه هاد الجائحة ديال كورونا اللي يعني تبتات بأن هناك هشاشة في بعض القطاعات. ثانيا القاسم الانتخابي يعني غادي يكون يساهم في المجرى ديال هاد التغيير الانتخابات. ثالثا العنصر البشري، العنصر البشري ولات عنده يعني واحد الخطاب مغاير، وكاين شباب يعني يمكن لهم يغيروا الموازين ديال الانتخابات المقبله. فيما يخص انتخابات كي كيشوفوا حزب الاستقلال، دونك الصوره هي هذه. اما فيما يخص المسائل التنظيميه ديال الحزب، هناك لجنه تنفيذيه تقوم يعني بالتنسيق مع المنسقين الجهويين للظفر بالمقاعد ديال اكبر عدد ممكن من المقاعد على الصعيد الوطني. وبالطبع الهدف ديال الحزب هو خدمة المواطن، كما يعني عموم الناس يعني بان لهم بان يعني التدبير ديال الحكومة من طرف الحزب تختلف تماما عن على هاد الحكومات اللي سبقات. دونك الهدف هو هذا ديال الحزب، والهدف الاسمى هو استقطاب يعني كفاءات اللي من شأنها ان تدبر الشأن اليومي يعني الشؤون اليوميه ديال عموم المواطنين. يعني فيما يخص التنظيم، كما سبق لي قلت، التنظيم هناك لجنه تنفيذيه تقوم بالتنسيق مع المنسقين الجهويين للدخول الانتخابات بعناصر جديده وكفاءات جديده. الاخيره هي اولا كنطلبوا من المواطنين اولا باش يمشيوا يصوتوا بكثافه، لان الفراغ والعزوف يعني ماشي وسيله للتعبير، يعني تيبقى خص بنادم يمشي يعبر على الطريقه اللي كتبان ليه مناسبه. اما ما تمشيش يعني داك العزوف راه يعني خطوه يعني لا تليق والسمعه ديال المغرب. يعني خص الانتخابات تكون المشاركه ديال المواطنين مكتفه، حتى يعني تتكون عندها واحد الطابع ديال القوه وديال هذه. اذا كان عزوف وكانت واحد يعني حكومه منتخبه هشه بواحد الاصوات اللي هما يعني 20-24%، كتكون حكومه هشه وغير قابله باش تنزل البرنامج الحكومي ديالها. فقط بان الحكومه واي حزب راه داكشي اللي كاين في الصناديق تيعتمد، يعني يمكن الحكومه تفرز بواحد الاصوات قليله، ولكن راها مخول لها دستوريا انها تدبر الشؤون ديال الناس. يعني رغم ان راه كاين ناس محزبين اللي ما مشيتيش انت غير محزب مثلا، تيمشيو المحزبين وكيصوتوا وتيدوزوا حكومه ديالهم هما ويقروا في المصير ديالك. دونك الا مشاو هاد الناس اللي غير محزبين، هذوك هما القيمه المضافه اللي كيتعاطفوا مع الاحزاب، اللي كيشوفوا الحزب اللي مؤهل باش يقود الحكومه ولا ما يقودهاش. هذوك هما كيعولوا تعول عليهم الدوله باش يغيروا الموازين ديال الانتخابات. الا بقاو هذوك النخبه اللي كاينين المشجعين والمحزبين هما اللي كيصوتوا، راه بقوه القانون كيف تتفرز حكومه، والحكومه كتضطر انها ماشي كتضطر، بقوه القانون كتدبر الشؤون ديال المواطنين بناء على صناديق بغض النظر على النسبه، واش 10 20 30 70. قانوني راه هي حكومه وتدبر الشؤون ديال المواطنين باقليه بعدد الاصوات. التوصيات هي اولا نشوفوا الحزب اللي كفء. انا ما كنديرش واحد الحمله لواحد الحزب معين، ولكن التجربه تبتات هادشي هذا. يعني التوصيات هو يشوفوا الناس اولا، الناس الاكفاء والحزب اللي عنده كفاءات. ثانيا المشاركة المكتفة. ثالثا كما كيدعو جلالة الملك، خص بنادم ينخرط في اللعبة السياسية، خص الناس لا سيما الشباب ينخرطوا في اللعبة السياسية. حتى هذا النظام ديال الكوطا اللي اعتمدته الدولة تيبان لينا يعني واحد النظام غير متكافئ ديال الفرص. يعني باش كتقول لي نظام يعني واحد الكوطا ملزمة، يعني ما كتجيش من المواطنين. يعني الكوطا باش حنا ندخلوا المراه بالكوطا والشباب بالكوطا والاطباء بالكوطا، دونك هذا علاش ناتج هادشي هذا؟ على النخبه وعلى المواطنين ما كيشاركوش يعني بواحد الكثافه في الانتخابات.
يعني كنفرضوا واحد فئة معينة عن طريق يعني النظام ديال الكوطة. دونك تتبان لي النظام ديال الكوطة تتبان لي انا ماشي في المستوى. دونك خصنا الناس، خص الشباب يتسجلوا ويصوتوا على الشباب، النساء يتسجلوا ويصوتوا على النساء باش نفرضوهم حنا بالنظام ديال الكوطة، يعني تيبان لي انا غير معقول. يعني كما لاحظت الاستاذ الكريم بان اولا المغرب هو كان السباق باش يسد الحدود الجويه، يعني الحدود الجويه المغرب كان خدا هذه الخطوه، والحكمه والتبصر ديال جلاله الملك يعني ارتأى ان يعني جلاله الملك الله ينصره ديما المواطن وهم المواطن في الاولويات ديالو. يعني بدات دول فيها وفيات متعدده ودول اوروبيه والاقتصاد ديالها قوي وما استطاعت شيء تصمد قدام هذه الجائحه ديال الكورونا. يعني جلاله الملك الله ينصره الخبره والحنكه والبعد ديال النظر عنده يعني ارتأى باش يدبر هذه الجائحه هذه، والحمد لله عطات الاكل ديالها. يعني عطات الاكل ديالها، راه بعض الدول دابا راه كتسد والاغلاق الجزئي عاود الكلي. المغرب الحمد لله كاين انخفاض في الحالات ديال الوفيات ولا ديال الاصابات. يعني هذا الشيء كل شيء ناتج على الخطوه السباقيه اللي دارها المغرب تحت القياده ديال جلاله الملك الله ينصره. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.